السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه اعرفكم بنفسي، اللي ما يعرفنيش، محمد فاروق، شهرتي كينج مصر. بشتغل ايه او بعمل ايه؟ انا رسام جرافيتي. النهارده جاي انا اول مره اعمل فيديو، ودي القناه الرسميه بتاعتي. ان شاء الله انتظروني علشان انا هعمل حاجات كتير تبسطكم. ثانيا انا حابب اعرض موهبتي عليكم، وباذن الله الفيديوهات اللي جايه هيبقى فيها حاجات كتير كويسه ان شاء الله تبسطكم، وباذن الله تتابعونا. واللي بيحب الرسم وعنده الموهبه ان شاء الله اقدر بفضل الله اطلعها واساعده ان ازاي يقدر يبقى رسام جرافيتي، غير ان انا هعمل فيديوهات اعرض بيها موهبتي. باذن الله هعمل لكم فيديوهات اعلمكم ازاي وانت في بيتك وانت في مكانك ازاي يبقى رسام وتوصل للليفل اللي انا وصلت له ده. واللي عنده الموهبه وحابب يكون رسام، او جواه الموهبه ومش عارف يطلعها ازاي، انا باذن الله على القناه بساعده وبنزل له فيديوهات تعليميه وانت في مكانك، ازاي تستخدم الالوان، ازاي تجيب الفرش، ازاي تبدا ترسم، ازاي كل ده هتعرفوه معانا على القناه. بس اللي مهتم بالموضوع بس هو اللي هيعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس ويعمل سبسكرايب وينتظرني ان شاء الله. ده اول فيديو ليا، لازم تدعموني. هتشوفوا مفاجآت كتير حلوه باذن الله تعجبكم وتبسطكم. واللي حابب يعرف الشغل بتاعي او يشوف حاجه ليا او يعرف مين اللي بيتكلم، ده اللي اول مره يشوفني، ينزل تحت في الديسكربشن هيلاقي الاكونتات بتاعتي كلها موجوده ويخش يشوف الصور. ده الفيسبوك وده الانستجرام وده التيك توك. حابب اشكركم على دعمكم، بس كل طلبه منك عشان اتاكد ان انت معايا ان شاء الله نكمل، لازم تدخل تعمل لايك وكومنت على الفيديو. باذن الله نكون عند حسن ظنكم. طبعا احكي لكم ازاي كينج مصر وصل للاسم ده وازاي وصلت الليفل اللي انا فيه. باذن الله احكي لكم وانزل لكم فيديوهات ازاي اتطور معايا الموضوع ووصلت للمستوى اللي انا فيه بفضل الله.